رمضان مبارك كريم، واهلا وسهلا بكم اعزائي عزتي متتبعي ومتتبعات قناه تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم جليسه رياضيه كما عودناكم، فرصه للحوار والنقاش والتداول في مواضيع تشغل بال الجمهور الرياضي وجمهور كره القدم على وجه الخصوص. ثلاث محاور وثلاث ضيوف هذه الأمسية. المحور الأول يقودنا إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجدل القائم حول غياب الناخب الوطني هيرفي رونار عن لجنة تعيين بديل لناصر لارغيت. في المحور الثاني سنتوقف في الرباط دائما، وهذه المرة مع لغز حير الجميع، الاستعصاء الذي لازم الجيش الملكي لمدة تزيد عن 11 سنة. وكالعادة تدوينة مثيرة للجدل هذه المرة تتعلق بسقطة البارسا. لمناقشة هذه المحاور يحضر معي في بلاتو تيليماروك ضيوف لهم صلة وارتباط بمحاور هذه الجلسة الحوارية. باسمكم جميعا كنشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك سي عبد الله منصور، لاعب بن قرير، شباب بن قرير واللاعب السابق للوداد والمجموعة من الأندية المغربية. مرحبا بك معنا في بلاطو تيليماروك. مرحبا سي حسن، ومرحبا بمشاهدين قناه تيليماروك، ورمضان مبارك للجميع. ويحضر معنا اللاعب الدولي يوسف القديوي. مرحبا بك يوسف لاول مره في بلاطو تيليماروك. شكرا سي حسن، ورمضان مبارك كريم على المغاربه عامه. ويحضر معنا ايضا حسن عاطر المدرب الوطني ومدرب فريق شباب الحي الحسن. شكرا على الاستضافه، مرحبا بالمشاهدات والمشاهدين الكرام. البداية من الجدل القائم في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حول غياب الناخب الوطني هيرفي رونار عن لجنة اختيار بديل للمدير التقني للمنتخب الوطني ناصر لارغيت. غادي نبدا معك حسن. ناصر لارغيت مشى، كاينة لجنة منكبة على إيجاد البديل لناصر لارغيت. هذه اللجنة مكونة من بعض اللاعبين الدوليين اللي كاينين في الجامعة، منهم نور الدين نيبت، منهم عزيز بودربالة، منهم أسماء أيضا في الطاقم ديال هيرفي رونار. هذا الأخير غاضب لأنه خارج هذه اللجنة، حقه يغضب ولا مش محقوش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جرات العادة على أساس على أنه لما يكون قلبوا على مدير تقني وطني فهذا تيمثل واحد الشأن اللي هو وطني، يعني جميع المتداخلين الرياضيين ولا عندهم إلمام كرة القدم خصهم يشاركوا فيه. بالنسبة لهذ اللجنة اللي سمعنا على أنها دارت، تنظن على أنه ما محل رونار أنه يكون في هذه اللجنة، لأنه ماشي ضروري يكون، ماشي ضروري، لأنه يعني هو ناخب وطني. هذا شأن ديال الأطر الوطنية ديال اللاعبين ديال المسؤولين المغاربة، واللي اللي عندهم الحق هي اللجنة التقنية اللي تتكون في الجامعة ديال الجامعة المغربية. كاين فيها واحد الأشخاص اللي تيكونوا مكلفين باللجنة التقنية، هما بمعية الأميكال والمدربين المحنكين اللي دازوا أو المدراء التقنيين اللي دازوا، هما اللي تيبركوا تيشوفوا أش بغاو والبروفيل ديال المدير التقني اللي غيصلح الكرة الوطنية. عبد الله الناخب الوطني كيقول بانه كاينين مساعدين ديالو في هذه اللجنه وهو ما كاينش. فبكل صراحه فالسي رونار عنده تجربه كافيه باش يكون مع هذه اللجنه. بالنسبه لي انا فكان بالنسبه لي كان خصو يكون مع هذه اللجنه، لانه غادي هو كنقول هو المرآة ديال الاداره التقنيه، يعني الاداره التقنيه عندها علاقه بالمنتخب الوطني. اذا هو غادي يكون عنده واحد الرؤيه اللي غادي يشوف هذا المدير التقني باش 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 يلقى التفاهم معاه، وباش دائما المدير التقني الوطني كيكون عنده واحد العلاقه وطيده بالمدرب الوطني، لان كيف ما كنقولوا كيتشافوا هو اكثر من استشاره متبادله بيناتهم، اكثر من هذو اللجنه اللي دايرين. اللجنه كاينين لاعبين صراحه كبار، كاين لاعبين كبار كان خص يكون رونار معاهم باش تبان رؤياك. واش ما كتشوفش يوسف بان الناخب الوطني هيرفي رونار كيشوف الادجوان ديالو والمساعدين ديالو كاينين في اللجنه وهو ما كاينش، وهذا غيقدر ياثر على العلاقه ديالو معاهم، خاصه وحنا مقبلين على لاكان 2019؟ فكيف ما قلت يا سي حسن، كلنا نتفق مع السي حسن على الطرح ديالو. كنظن ان رونار ما وجهه نظر ديالي الشخصيه انه ما خصوش يكون، لان احنا على ابواب كاس افريقيا، فالاولى انه يركز على المنتخب الوطني
اللي غيدخل الغمار كاس افريقيا فهذه اولى. ثانيا فاللجنه اللي تكونت ففيها لاعبين دوليين اللي يعني الصيد ديالهم راه في العالم، كنقولوا النيبات ولا بودربله ولا لاعبين اللي وازنين. هذه امور اللي كتخص الاداره التقنيه ماشي المنتخب الاول. الا جينا على المنتخبات يمكن خصنا نشاركوا كاع المدربين ديال المنتخبات الوطنيه من الفتيان الى الكبار. كنظن ان المرحله اللي فيها حنا كتستدعي ان السي روناري يركز اكثر على الكوب دافريك اكثر من هذه اللجنه اللي غتختار. واخا القجع كيقول بان عزيز بودربله غادي يكون اساسي هذه المره في التركيبه ديال الاداره التقنيه. هذا الرأي ديالو. أنا بالنسبة لي ترجع على أنه الإدارة التقنية هي اللبنة الأولى ديال كرة القدم، بالتالي هذه الإدارة التقنية هي اللي تتشوف المدرب أو المدربين ديال المنتخبات الوطنية، فبالتالي هذه المنتخبات المدربين ديال المنتخبات الوطنية ما عندهم علاقة، هما اللي غادي يختاروا المدير التقني. فبالتالي على انه يعني لا رونار ولا المدربين ديال الفئات العمريه ديال المنتخب الوطني ما عندهم علاقه باش يكونوا في هذا الاجتماع. المسؤولين اللي لا رئيس الجامعه ولا الرئيس ديال اللجنه التقنيه اللي مكلفه بالمنتخبات الوطنيه هو بمعيه هذه الاسماء اللي قال سي يوسف على انه يعني اسماء اللي هي وازنه، ولكن خاص ينضاف لها واحد الاطور وطنيه اللي هي كفؤه اللي عندها يعني عندها تجربه كبيره واللي فاتت انها شدات المنتخب الوطني في عده مناسبات والاسماء راه معروفه. السؤال ديالي انا ديالي هو عز بودربله داخل هو عضو في اللجنه التقنيه اللي غادي تختار، وهو تعلن عليه مسبقا على انه كاين في الاداره التقنيه الجديده. ما تنظر هذا الشيء هو سابق، لان اللابنه الاولى اللي خاصنا نختاره هو المدير التقني، والمدير التقني هو اللي تيجيب الاشخاص اللي غيصلحوا ليه واللي غيخدموا معاه. ما غنديروش ليه عراقيل من البدايه بانه خصو يكون معك هذا او هذا باش نحاسبوه. ماشي عراقيل دابا كدير معاه واحد. انا كمدير تقني مشيتي خصك تخلي لنا واحد ديالنا. وانت شنو الاسباب؟ اشنو الاسباب؟ استمراريه تبقى استمراريه، ولكن من البدايه نعلنوا على اسماء. يعني هذا يعني بحال تنديروا عراقيل، نعلنوا على المدير التقني يعني اللي غيكون عليه واحد اتفاق يعني بواحد النسبه كبيره اللي غيقود الاداره التقنيه الوطنيه، نوفروا ليه الظروف، نعطيوه الصلاحيات الكامله، وهو يعني ممكن بهذه المعيه الناس المتداخلين ديال كره القدم على انه ما فيها باس الا عطينا اطر وطنيه اللي غتشتغل معاه باش نضمنوا الاستمرار. واخا عبد الله كاين اللي كيقول بعض المسيرين اللي كيقول لك بان هذا الوقت هذا ماشي ديال هذا الهراج كله على بديل ناصر لارغيت، خصنا في هذا الوقت نهتموا اكثر بالمنتخب اللي غادي يمشي لاكار. اي صحيح، لان هذا الوقت هذا حنا كنضيعوا فيه الوقت، كنضيعوا الوقت بزاف، لان المنتخب الوطني على وشك كاس افريقيا. الوقت اللي مشى فيه ناصر لارغيت كنظن ماشي هو هذا الوقت اللي كان خصو يمشي فيه. الوقت اللي كان خصو يمشي تنساليو لكاس افريقيا، وديك الساعه الحسابات تكون لا مع رونار لا مع السي لارغيت. انا النظر ديالي على كيف قلت مع السي يوسف ولا السي عاطر ديال السي رونالد انه يكون مع اللجنه، ربما خصو يكون غير استشاره ليه، حيت لانه تا هو عنده التجارب باش نستشروا معاه، حيت هو ما غاديش يقرر هذا خصو يكون هذا ما خصوش يكون، لان الناس اللي داروا في اللجنه ناس كفؤه، وكيف قال السي عاطر ضروري خصو يكونوا معهم اطر مدربين ديال وطنيين هنايا دازوا في المنتخب وعندهم تجارب كبيره باش ان شاء الله يكون الاختيار صائب. طيب وصلنا للمحطة الثانية، المحطة الثانية في جليسة الرياضية تأخذنا إلى قلعة العساكر. فريق الجيش الملكي يعاني من أزمة نتائج ولا زال يطاردط الألقاب بعد أزيد من عقد من الزمان. قبل ما نبدأ الحوار نمشي جميعا ونشوفوا تقرير عدد الزميل محمد خير في الموضوع ثم نواصل الحديث. كل مقومات الفريق الاحترافي حاضرة في فضاء المركز الرياضي العسكري بضواحي سلا، كل ظروف التألق متوفرة، وحدها النتائج تصر على أن تدير ظهرها للعساكر. على امتداد 11 سنة ظلت الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية حبيسة دائرة الإخفاق، حضرت الإمكانيات البشرية والمادية وتعددت قطع الغيار على مستوى المدربين واللاعبين، لكن الاستعصاء ظل جاثما على جسد الفريق. في الحصص التدريبية للفريق تقرأ في عيون اللاعبين رغبة في إعادة النادي إلى سالف عهده.
وفي تجمعاته تكشف أن الفريق يضم في صفوفه خيرة اللاعبين، وعند الامتحان في مباريات البطولة والكأس يهان النادي ويبدو أصغر من حجمه. الجماهير المساندة للفريق العسكري ظلت طوال هذه المدة تارة تشجع على المدرجات وتارة تحتج على المكتب المسير والمدربين واللاعبين، خاصة حينما تلوح في الأفق أعراض الهزائم وتصبح مطالب العودة إلى منصات التتويج التي يرددها الأنصار مجرد خيط دخان. اليوم أصوات الجماهير وقدماء اللاعبين تتعالى من أجل إحداث تغييرات في مجلس الإدارة التي ينتظرها صيف ساخن ينذر بمجموعة من التغييرات التي سرعان ما يطالها التغيير. يوسف، شنو هو السر ديال هذا الاستعصاء؟ تقريبا 11 عام ما كاينش لقى، ولكن يمكن كاين اسرار ماشي سر واحد اللي كنهضروا على فريق جيش ملكي. يمكن حتى الناس اللي كتكره كاع فريق جيش ملكي كتحسر على الوضعيه اللي فيها. كان 11 سنه ديال الغياب ما جاتش من فراغ، كاين بزاف ديال الامور اللي ما كانتش في المستوى ديال الفريق اللي كتليق بفريق في مستوى الجيش الملكي بالنظر للامكانيات الكبيره اللي عنده، الترسانة الكبيرة اللي عنده، البنية التحتية، الأمور اللوجستيكية، يعني أي حاجة تقدر تهضر عليها فريق الجيش الملكي فهي يعني متوفرة. الإشكال أن طيلة هذه السنوات كانت مشاكل مختلفة، يعني كاين في مرحلة كتكون الإدارة عندها أخطاء كارثية، كاين في مرحلة اللي الإدارة كتقاد بعض الأمور ولكن كيجي مدرب وكيدير الكوارث في الفريق، كاين بعض الخطرات اللي كتبدل ثلاثه الفرق في ثلاث سنوات، يعني كل فرق كل عام كيجيو 24 ولا 25 لاعب، فبقاو ديما فريق الجيش كيقلب على ديك الحلول الترقيعيه. ظن ان هاد السنه بدايه السنه كان واحد التغيير جذري، لان تغييرات اداره كلها على من فريق جيش ملكي، وجا جات اداره اخرى برئاسه الجنرال حرامو، فبدات كثير من المتغيرات. لكن الاشكال هو ان الجمهور ديال فريق الجيش الملكي 11 سنه ديال الغياب، ومن حقه، لان ملي كنشوفوا ما نقولش لك السنوات اللي دازت، ولكن غير هذه السنه يمكن ما دوزوا حتى شي مقابله من غير ويكلوات، ما كاين حتى شي مقابله اللي ما حضرش فيها الجمهور وما قدمش واحد الاحتفاليه كبيره، ولكن كيشوف بان ما كاينش المقابله، داك المجهود اللي كيدير ما كاين لا نتيجه ولا بعض الخطرات حتى الاداء، فتعطل بزاف الفريق باش يخرج من واحد النفق. بدات واحد المرحله سيرتو مور الماتش ديال الرجاء، ولكن الفريق ما عرفش يستثمر هذاك النجاح ديالو، وهذا اللي خلاه عاوتاني كيتخبط في نفس المشاكل. كنظن بان في هذه المرحله خص كل واحد يعترف بالاخطاء ديالو، وكل واحد كما كنقولوا يعترف بان راه كاين اخطاء، لان المشكله اللي كاينه في فريق الجيش الملكي دابا هو ان كل واحد كيلوح اللوم على الاخر. هذا هو الخطا الكبير، لان غنبقاو عايشين في الدوامه، فكل واحد خصو يعترف بالاخطاء اللي عنده. الجمهور خصو يرجع لبلاصته كجمهور، لان كاين بعض الامور اللي ولات خارج على نطاق الجمهور، تجاوز حتى الحدود ديالو كجمهور. كل واحد خصو يعترف بالاخطاء ديالو ويشوفوا الاستراتيجيه اللي يقدر يمشي بها الفريق ويعلنوا عليها في اقرب فرصه، تكون دوا صحفيه واضحه فيها الاهداف وفيها الاستراتيجيه ديال الفريق، باش كلشي يعرف فريق الجيش الملكي فين غادي. واخا عبد الله، انت لعبتي في مجموعه من الانديه في القسم الاول، لعبتي في الوداد كفريق يعني فريق مرجعي، فريق الجيش الملكي بهذا اللي توفر ليه اللي ما متوفرش للانديه اخرى، يعني كاين انضباط، كاين الامكانيات، كاين البنيه التحتيه، كل شيء كاين، والنتائج ما كتسايرش، شنو هو السبب؟ صحيح، ففريق الجيش الملكي لحد الساعه باقي حتى واحد ما فاهم شنو واقع في فريق الجيش الملكي، لان الفريق الجيش الملكي عنده كل شيء، كيف قال السي يوسف، عنده امكانيات هائله اللي ما متوفرش عند عده فرق اللي الان كينافسوا على الالقاب. فريق الجيش الملكي عنده جمهور كبير، عنده البنيه التحتيه كامله موجوده، عنده لاعبين بعد الانتدابات كتكون فاشله، ولكن هذا هو السر ديال التعثر. ديال التعثر هو انهم دائما كيديروا انتدابات اللي فاشله كدوز سته اشهر، كيلعب اللي كيكون مزيان فرقه اخرى، كيجي الجيش بحال حطيتي شي نبته في شي تربه ماشي ديالك. فكاين اللي ما كاين اللي ما كيتحملش الضغط ديال فرق كبير، لان الجيش الملكي ولا الوداد ولا الرجاء كاين اللي جايين من فرق كبيره عندهم. فعلا كيكون. اسمح لي سي عبد الاله، نقدر نشرح لك بحكم اننا مقريين فرق جيش ملكي، كنعرف الظرفيه وكنعرف الامور. واحد القضيه باش يعرفها الجميع، فريق جيش ملكي كيدير واحد الخطا،
يعني ملي كتجي الرجاء ولا كتجي الوداد ما كتحتاجش انا شي واحد يقول لك علاش غتجي، لان الضغط ديال الجمهور كيفرض عليك ان الفرقه واخا يكون ما عندها حتى ريال هذاك العام كيوبليج عليك انك تلعب هذا الشامبيون. هذا هو الغلط اللي كاين في فريق الجيش الملكي. انا ملي كتجي لفريق الجيش الملكي كتكون كتعامل مع ناس اللي عاديين، ملي كتجي ناس في الجيش الملكي عندهم واحد الرمزيه وعندهم واحد القيمه، فملي كتجي كتدخل السونتير وكتشوف هذيك الاجواء كيكلفوش راسهم حتى باش يقول لك شنو هو لوبجيكتيف اللي جيتي عليه لفريق الجيش الملكي، عكس فرق اخرى بحال الرجاء ولا الوداد ملي كتجي عارف راسك ان جيتي على قبل الارقام. فريق الجيش الملكي كتجي كاين اللي كيتخيل راسو راه جا غير باش يلعب على الماتش غير باش يدوز الوقت وصافي، ولا ديك 30 دوره يدوزها بقميص فريق الجيش الملكي ويسالي عطير. فريق الجيش الملكي كان دائما فريق الجيش الملكي كان دائما كيعتمد على الابناء ديالو وكيعتمد على اللاعبين المغاربه، كان واحد الاستثناء هو الاعتماد على اللاعبين الاجانب، هذه الوصفه هذه ثاني ما عطاتش النتائج ديالها. انا نكمل في السياق اللي قالوا الاخوان على انه باش ينجح اي نادي تيلزموا اربعه المحاور، يعني المحور ديال الجمهور اللي هو متوفر عند نادي الجيش الملكي، المحور ديال البنيه التحتيه والامكانيات الماديه متوفره، اذا بقات الاشكال في المحاور اخرى في اللاعبين مع الطاقم التقني وفي الاداره، ولكن اللي خصنا نعرفوا على ان الاداره هي اللي تجيب هي اللي غتجيب هذا المدرب او الطاقم ديالو واللاعبين، اللاعبين غيجيبوا من المدرب بالطبع، يعني هنا كاين خلل واللي تلوموا على انه 100% على ان الخلل كاين اداري في الناس ديال الجيش الملكي اللي هما اللي تنطن على ان التغيير ديال المدربين كل سنه، وبالتالي يعني ما جاء مدرب كل مدرب وتيبغي اللعبه ديالو خمسه وطلعت. انا ماشي نفس الحاله. رجع للسؤال ديالك على انه مستقبلا تنظن على ان الجيش الملكي غادي يمشي مزيان، نظرا انه دابا كاين واحد الشخص اللي تيخدم دابا في الاداره التقنيه ديال الجيش الملكي اللي هو السي عبد الله الادريسي اللي تنعرفوا على انه اطار محنك وفاد خدم مع الاداره التقنيه الوطنيه، يعني دابا راه تيقوم بواحد العمل اللي هو كبير، يعني حنا يعني تلاقينا معاه وخدمنا لعبنا معاه مقابلات يعني في فئات ديال الامل اللي في الهوات، يعني كاين لاعبين اللي هما متميزين، وتنظن الى بقات الاستمراريه ديال هذا المدير التقني لانه هو اولا يعني خبير في هذا الشيء ديال التكوين، سواء التكوين ديال المؤطرين اللي غيكونوا معاه سواء اللاعبين، تنظن على انه الى لجات الاداره ديال الجيش الملكي على انه يعني يكون اختصاص، لان ما كاينش تنظن على ان في فريق الجيش الملكي في الناس تعرف كيف قال سيوس، يعني تتهضر مع يعني الناس اللي مكونين المكتب ديال الجيش الملكي، الناس يعني جنرالات يعني ناس ديال الدوله، فبالتالي يعني الا كان الاختصاص ديال الناس اللي غادي يجلسوا ويشوفوا المدرب البروفيل ديالو اللي غادي يمشي مع فريق الجيش الملكي، تنظن على بموازات مع العمل اللي تيدار في الفئات العمريه، تنظن على الجيش الملكي مستقبلا غادي يقول كلمه ديالو. شنو هو الحل؟ واحد النقطه باش نشرحها، كنهضروا على فريق الجيش الملكي كنقولوا الامكانيات الى قارنا فريق الجيش الملكي، لان هذه نقطه استفهام اللي ما كيعرفهاش الجميع. الى قارنا فريق الجيش الملكي، نعطيك انا غير مع فريق الدفاع الحسني الجديدي، فرق كبير ولكن واحد الهوه كبيره بين الفرق بجوج، لان فريق الجيش الملكي عنده مدخول واحد ومن القوات المسلحه الملكيه. عكس فرق اخرى اللي عندهم مستشارين فالميزانيه ديالو يمكن ما كتجاوزش مليار ونص ولا جوج المليار. الى كيف ما قلت لك، الى قلنا غير الدفاع الحسني الجديدي فالميزانيه ديالو كتعدى 7 المليار. الى هضرنا على الرجاء والوداد سيرتو الوداد يمكن 15 مليار، فكاين واحد الفرق كبير، يمكن كيتلاقاو في التاريخ في الاسم في الالقاب في بزاف الامور في الشخصيه. الناس اعتادوا ان فريق الجيش الملكي فريق يعني كتحميه السلطه عنده الوقيته اللي ما كانش الاشهار، في الوقيته اللي ما كانش المستشهرين، اما دابا كاينين فرق يمكن عاديه كتضاهي الميزانيه ديالهم ميزانيه فريق الجيش الملكي. اذا حتى الميزانيه ديال فريق الجيش الملكي محدوده في الانتدابات باش يعرفها الجميع. ثاني حاجه، ولكن هذا راه ماشي مبرر، انا كنقول لك غير الحوايج اللي في فريق الجيش الملكي. ثانيا هذا من بين المشاكل اللي كاينه، حتى فريق الجيش الملكي خصو يخرج من هذاك الطابع العسكري، خصو يقلب على مستشارين، خصو يواكب جمعيه وجمعيه رياضيه للقوات الفتره الزمنيه اللي كاينه دابا، لان الفراقي راه تجاوزوا لواحد المرحله. فريق الجيش الملكي بحكم القيمه ديالو بحكم المكانه ديالو هو، فصعيب شويه باش يخرج
ما خصو يخرج باقرب اقرب فرصه. بالي انا راه خدامين كيقلبوا على الحل. بالي راه خدامين دابا ملي فريق الجيش الملكي دابا ولاو كيلعبوا لك محترفين. يعني هاد النقطه هذه هي محيدوها كيف قال السي يوسف من القدام يقدروا يجيبوا مستشارين. الى ضافرت الجهود غادي تكون فريق الجيش الملكي. الامتياز اللي كاين عند فريق الجيش الملكي على الفرق الاخرى على انه يعني المشكل ديال الفلوس يعني اللاعب تيكون عنده في الوقت ماشي بحال الجمعيات الاخرين تيكونوا يبقاو يتسناو في هذا المستشفى. كاين امتياز اخر ربما ديال ممكن لاعب ربما يوسف غايقول لنا هذه المساله لانه هو الاقرب حتى اللعابه ممكن على انه يتوظفوا مستقبلا. هذا الشيء ما كاينش في فرق اخرى. ما قال سي حسن فهاد ما بقاش الوظيفه تاعنا لا ما بقاش ولكن بالنسبه للامور الماديه يمكن فريق الجيش الملكي والفريق الوحيد اللي ما كتمشيش لليتيش اللي كتاخذ فلوس هذا امتياز كونطرا لا لي كونطرا ولا اللعاب ولا يعني داكشي اللي داروه معاك كتاخذه بس ما درتي معايا الحل كنرى ما كاينش حل كاين حلول كيف ما قلت لك هاد الان جات واحد الاداره جديده بقياده الجنرال حرام كاين واحد الاستراتيجيه دارت وكاين بزاف ديال المشاريع اللي في طور البناء ان شاء الله ما خصها شويه الوقت وحتى النتائج ما ساعدتش باش الفريق يخرج هادشي للعامه باش يشرحوا الامور مي كنطلب حتى من الجمهور انه يصبر شويه على الفريق ويكمل الدعم ديالو وكنتمنى من الاداره ان كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو وكل واحد يعترف بالاخطاء ديالو ويقلب على الحل ما نبقاوش نقلبوا على الاخطاء اللي وقعت شحال هادي وشكون اللي دارها وعلاش وكيفاش لان الان فهادشي كامل هو المسيره ديال فريق الجيش الملكي وفريق الجيش الملكي سوى اليوم ولا غدا غير رجع لان الفرق الكبيره راه ما كتموتش اكيد فريق الجيش الملكي قدر يرجع غدا ما كل امكانيات العوده الى منصه التتويج وارده لفريق يعشقه كل المغاربه وصلنا الان لمحطه الثالثة والأخيرة في جلسة رياضية تدوينة مثيرة للجدل هذه المرة حول مباراة البارسا وليبيا. سي يوسف غنعاود نرجع عندك كيفاش تقبلتي السقطة ديال البارسا؟ نظن بحكم أن أنا بارساوي متعصب ما استسلمتش. بارح ما نعستيش وقت. ما تيقتش أن البارسا تخسر بهذيك الطريقة خصوصا وأن نادي 3-0 تمسح الهزيمه النكراء ديال السنه الماضيه مع لايس روم ولكن كنظن بان المسؤوليه كيتحملها المدرب واللاعبين كنظن ان المدرب هذا الشيء اللي دار طيله السنه حنا عارفين بان راه ميسي هو اللي كيدير كل شيء في الفرقه حنا كنا كنقولوا ان المدرب عنده واحد البصمه كنت تشوف كل نهار تشكيله كل نهار خطه كنظن بان المستوى ديالو ديال البطوله الوطنيه ماشي ديال الليغا نتمنى انه يجي في اقرب فرصه ان شاء الله سواريز قال قبل ما يمشي ولا يواجهوا ليفربول بانه لن يحتفل فمن حقه لانه ما احتفلش لانه احتفل في نيوكوم ولكن ما سجلش انه كان كيظن بانه الا سجل ما غاديش يحتفل لانه غير لاعب في الملعب ديال ليفربول رجعوا ليفربول ليفربول رجعوا الريمونتادا اللي ولات دابا فريق البارسا ولا اللي بغى يدير رومونتادا يجي يدير عليه هو انهم عندهم واحد الثقه زائده بحكم ان اللاعبين الا ما دارش كيف قال السي يوسف الا ما دارش ميسي شي حاجه ما كيديروا والو فهادشي وقع لهم العام اللي فات وهذا العام وقع لهم والا مات هادشي غادي يبقى لان البارسا كيدير كل شيء باش يدي الشامبيونز ليغ ولكن هاد المشاكل واش تبين الان بان الا ما كانش ميسي اون فورم الفرقه كلها كتكون وانا بعدا تقبلت الهزيمه بصدر رحب لان ريال مدريد تنظن على انه ما غنقولوش ما نقولوش المدرب هو اللي كان السبب لان فاش انتصروا ب 3-0 تنظن راه كان هذا المدرب انما اللي تبين على انه ولكن راه العام اللي فات هي انا جاي الكلمه يعني تبين على انه تيلعب بواحد الطريقه وحده فهمتيني سواء كان رابح سواء كان خصو يدافع سواء كان نفس الطريقه وهذه يعني ما عطاتش الاكل ديالها في جوج مباريات لانه يعني كان عنده لارجمون ديال لو سكور باش يتاهل وما تاهلش لان المنظومه اللي لعب بها او الطريقه اللي لعب بها البارح يعني هو رابح ب 3-0 ويمشي يخرج باللعب بنفس اللعابه يربحوا تنظن على انه كان يقوم بالتغيير لانه اصلا هو عنده ومعروف البارسا بان عنده دفاع اللي هو هش وزاد
وعارف هو بان ليفربول غتجي تلعب بواحد الطريقه اللي هجوميه، كان تنظن على انه يلعب بخمسة ثلاثة جوج احسن بكثير من يلعب باربعة اربعة جوج او اربعة ثلاثة ثلاثة. غير محمد صلاح عندك شي حاجه؟ حتى برشلونه السي حسن كما قلت على المدرب، راه حتى في لقاء الذهاب راه ما كانش برشلونه، راه ما كانت عندها حتى شي بصمه من غير الانديفيديال ديال ميسي وديال سواريز وبالاريتي يعني الا ما كانش ميسي راه الفرقه حنا كمحب البارسا ولا يمكن المغاربه كاملين تعاطفوا مع البارسا سيرتو هاد السنه، لان بغاو ميسي يهز هذيك الكاس. باش ما كتبش يوسف رمضان وكاين شي صلح مع فقير قرب ان شاء الله باش طويو هذيك الصفحه النهائيه، كاين شي محاوله صلح ان شاء الله مع اللاعبين؟ صافي ما مع اللاعبين، انا اعتذرت للجميع وكان ملي نكمل ان شاء الله نعتذر للجميع بصفه رسميه ان شاء الله. هذا نوبل منك. كنشكرك يوسف على الحضور ديالك معنا، كنشكرك عبد الله، نتمنى وانا نشوفك معنا مره اخرى ونشوفك ترجع للقسم الاول المكان ديالك ان شاء الله. وكنشكرك سي عاطر على الحضور ديالك وعلى المساهمه ديالك في اغناء النقاش. شكرا سي حسن على الاستضافه. وبهذا كنوصل لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم جلسة رياضية، نضربوا لكم موعد غدا إن شاء الله في نفس التوقيت على نفس القناة. إلى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى، إلى اللقاء.